بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا نتعلم كيف بدنا ندخل على المايكروسوفت تيم تعملي واجباتك وتبعتيها لمعلمتك. اول شغله بتدخلي على النور سبيس، بتطلع لك هاي الصفحه، بتلاقي فيها النور سبيس والمايكروسوفت تيم، بتكبسي على المايكروسوفت تيم. بيطلع لك بالمايكروسوفت تيم هاي الصفحه، معطيكي عنوان تسجيل الدخول. عنوان تسجيل الدخول يعني بدك تدخلي رقمك الوطني وبتتبعي بهاي @moej.edu.jo. بتكتبي @moej.edu.jo وبتكبسي تسجيل الدخول. بتطلع لك هاي الصفحة، بيحكي لك انتر باسورد. الباسورد بدك تحطي تاريخ الولادة تبعتك. اول اشي بتحطي الام كابتل، ام كابتل او اي ات تاريخ الولادة باي شهر انتي بتحطي كامل. هاي الام او اي ات وبنعمل ساين ان. هسه بتطلع لك هاي الشاشة، مكتوب هون الفرق يعني اللي انتي موجودة فيهم. مثلا عندك علوم ارض، في عندك انجليزي عربي، اللي هو بتطلعي على اليمين بتلاقي موجود عندك الواجبات، بضغط عليها. هسا انتي بدك تختاري شو الواجب اللي بدك تشوفيه. مثلا نشوف الانجليزي، بحط عنده اشارة الصح لما اضغط عليه وبعطي التالي. تطلعي هون بتلاقي معين تنين، يعني انتي عندك واجبين، في عندك تاريخ الاستحقاق، هذا انتي هيو كاتب لك هون منقضي، يعني راح وقته بس بإمكانك تعمليه وبيعطيكي متأخر. منيجي على الثاني مستحق غدا، بتكبسي عليه. هسه بمعطيكي إرشادات، ما في، في عندي اختبار بدون عنوان اللي هو للغة الإنجليزية. هسا احنا اختبار ما راح اورجيكم اياه، بنفتح على الاول، بتلاقي هون محطوط اضافة عمل او عندي عملي، في عندي هاي الارشادات اللي بتحطها المعلمة، في عنا هون النقاط انه هو ما عليه علامات، هذا معطيكي هون ارسال متأخر كونه انه راح موعد التسليم. بتيجي بتفتحي على اضافة عمل، بيعطيكي هاي الشاشة. هاي الشاشة محطوط فيها ملف جديد، محطوط فيها تحميل من هذا الجهاز. إذا أنت كنت حل الاختبار مثلا مصور على تلفونك، يعني هو بده يكون محفوظ، أو شغلتي أنت مشتغليته على الكمبيوتر، بتعملي له تحميل من هذا الجهاز وبتختاري الاختبار تفتح لك على الديكومنت تبعتك وبتعملي له اتاتشمنت اللي هي هاي بتتفعل ساعتها. إذا ما كنتي عاملتي بتفتحي ملف جديد، بينفتح معاكي ملف الوورد، بتعملي الواجب تبعك وبتعملي له اتاشمنت بيبعته للمس، وهيك بتكوني انتي انهيتي اختبارك. بتبعتي المستند. الاختبار في احتمالية انه يكون اونلاين، وفي احتمالية انه انتي بدك تبعتي خلال فترة معينة. هسا لما حملت الاتاتشمنت بتكبسي على هاي ارسال متأخر وبتبعتي الواجب تبعك. يعطيكم العافية وموفقين.